قامت النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري والوفد المرافق لها بزيارة تفقدية للمستشفى الإقليمي لمدينة فايا حاضرة إقليم بوركو، وذلك بهدف معرفة سير العمل والصعوبات التي تواجه الأطباء والممرضين بالمستشفى، حيث شملت الزيارة مختلف الأقسام واستمعت إلى شروح مفصلة حول سير العمل تتلخص في عدم وجود فنيين وأطباء متخصصين وأغلب الأقسام العلاجية غير متوفرة. لاحظنا أن هناك أقسام ليس لديها معدات كافية، فقسم الولادة مثلا هناك سريرين فقط ولا يكفي. أيضا عند بناء المستشفى لم يؤخذ في الاعتبار قسم الطوارئ، لذلك أخذنا في الاعتبار أغلب المشاكل التي تواجههم وسجلناها، وسنقوم بواجبنا إن شاء الله. وفي نهاية الزيارة فقد التقت النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري برفقة حاكم الإقليم داود حماد بشير مع المسؤولين بقطاع الصحة بالإقليم لوضع خارطة طريق جديدة لمعالجة الصعوبات التي تواجههم، كما ذكرتهم النائبة البرلمانية بدورهم الإنساني وأن مهنة الصحة تعد من المهن النبيلة، لذا يجب عليهم التحلي بروح الإنسانية والتمسك بأخلاقيات المهنة في أداء واجبهم الوطني. حاكم الإقليم داود حماد بشير من ناحيته شكر النائبة البرلمانية على اهتمامها بالقطاع الصحي وطلب منها مضاعفة الجهود من أجل حلحلة بعض المشكلات التي تعيق سير العمل الصحي. المزارعون والرعاة بعدد من قرى كانتون مسالات بمركز إداري أم حجر سيتمكنون من الآن فصاعدا من استغلال المياه الجارية والراكدة في أعمالهم الزراعية والرعوية، وهذا بفضل بناء عدد من السدود المائية من قبل التعاون السويسري عبر منظمة جايزيت العالمية، ومن أجل ضمان استدامة هذه المنشآت التي ستسلم عما قريب جاء تنظيم هذه الحملة التوعوية لصالح السلطات الإدارية والتقليدية وكذا المواطنين المستفيدين في كل من أدريتا وعصرتني إلى كبري وحرجي. التوعية كانت عبر تقديم مسرحيات لشرح هذه السدود، كيفية استخدامها والنتائج المنتظرة منها. مسؤولة الإعلام بمشروع جائزة أم حربة ولتنا قالت إن السدود هي منشآت مائية يتم بناؤها على المجاري المائية بغية مكافحة عوامل التعرية وحجز المياه الجارية للاستفادة منها في زيادة الإنتاج الزراعي. في مداخلتهما بهذه المناسبة شيخ كانتون مسالات عبد الرحمن حسن آدم ورئيس مركز إداري أم حجر ركز على العائد المرجو من هذه السدود، وهذا يتوافق مع سياسة السلطات العليا الساعية لتوفير الأمن الغذائي وتنمية العالم الريفي.